السلام عليكم ورمضان كريم. اليوم بدي اعلمكم كيف تعملوا الطحينة خلال دقائق. بيلزم نسكو من السمسم، بطحنوا بفرامة من النوع اللي بتناعم جيدا مثل ما طحنت البن، ومش بالفرامة العادية حتى ما يضل خشن. بعد شوي بيصير ناعم كفاية اجمالا، صار ممتاز. فيني نعمه اكتر اذا بدي، بس انا حبيت اختصر لكم. مثل ما شايفين نعومته للسمسم، بضيف ربع كوب من الزيت النباتي. اذا عنا زيت سمسم بيكون ممتاز، زيت النباتي بمشي الحال. برجع بضيف ملعقة شاي من الطحين، ملعقة شاي من الطحين، ورشة ملح خفيفة. شايفين هيدي ربع ملعقة شاي بحط بطرفها الطحينة، ما لازم ابدا تكون مالحة. وبرجع بخفق جيدا. ضل بخفق حتى يصير الخليط متماسك ولزج وناعم تماما مثل الطحينة التجارية. بعد مرة أخيرة مثل ما شايفين الطحينة صارت جاهزة. بخصوص لونها، إذا بدنا إياها بيضة منحمس السمسم، وإذا بدنا إياها داكنة إذا بدنا إياها بيضة ما منحمس السمسم، وإذا بدنا إياها داكنة منحمسه. أنا حمصته بين. السمسم بيفسد بسرعة، من الأنسب تحميصه شوي لأنه الحرارة بتعقمه وبتمدد له صلاحيته، هالشي بيخلي الطحينة تدوم لوقت أطول. طبعا الطحين اللي بنحضرها بنحفظها في وعاء يفضل يكون زجاجي وله غطاء في البراد. بفضل تحميص السمسم وإضافة الزيت والملح بتدوم لأكثر من شهر. وهلأ بدي ذوق الطحينة. عندي هون دبس خروب، هلأ وقت السحور بدي اتسحر دبس بطحينة. شايفين أحلى منظره. ريحته كتير حلوة، ريحة الطحينة كتير حلوة لأنه السمسم بعده محمص ومفروم، فالطعم بيكون كتير كتير فاخر. هلأ بدي ذوقها. فعلا طعمه مذهل، شيء مختلف عن الطحينه التجاريه. بتحرص فعلا انكم تحضروها في بيتكم لانها سهله، موادها متوفره بسهوله وغير مكلفه مقارنه مع سعرها المبالغ فيه في الاسواق. بتمنى
تعملوا لي سبسكرايب، بإمكانكم مشاهدة كافة أسرتي على الرابط أسفل هالشريط أو تفتشوا في اليوتيوب تحت إيهاب بلانيت كل وحدة. إلى اللقاء.